كما شاهدنا قبل قليل زملاء لنا قد شرقوا وغربوا من الصين إلى اسكتلندا، شاهدوا من تراث تلك الأمم ولاحظوا اعتزازهم بتراثهم وتاريخهم وكيف يحافظون عليه، وذلك بإحيائه في معظم مناسباتهم الرسمية والوطنية. وقد تعلم زملاؤنا درسا ونقلوه إلينا بأنه يجب علينا أن نتقوى بالاعتزاز بإرثنا الثقافي والحضاري والتراثي في كل زمان ومكان. أما نحن بدورنا فإننا نرد القول بالقول بأننا نحن أبناء جيل اليوم، نتاج تراثنا وحضارتنا وتاريخنا في هذا الوطن، ومن يقرأ التاريخ يعرف هذا، ومن لم يقرأ الأردن تاريخا وحضارة ننصحه بالقراءة لأسباب تتعلق بتعميق الانتماء بالهوية والشعور بالفخر والاعتزاز، وبأن جذورنا ممتدة في كل شبر من بقاع هذا الوطن الذي نعشق ونحب. عشنا وشفنا ورحنا وجينا، الله الله، مثل الأردن ما لقينا، الله الله، عشنا وشفنا ورحنا وجينا، الله الله، مثل الأردن ما لقينا، الله الله.
حاولنا هنا في الأردن أن نشارك الأمم أفراحها وأحزانها، لأننا أهل فزعة وأهل نخوة التي تشكلت فينا وتأصلت تأصل جبال هذا الوطن، وغطت ملامحنا قسوة الصحراء ولونها، وبدت على جباهنا ملامح الجد والصبر والمثابرة، فأصبحنا أهل نخوة وأهل فزعة ونشامة نساند بعضنا بعضا. فأصبح الأردن في الذاكرة عنوان، وفي الخاطر وجدان، وللقلب وريدا وشريان. الأردن لحن على عود، وتاريخ عطر جر على ربابة، هو القلب النابض فينا ومنه الأمل، لذلك نجده دائما بين مساكن الغضب وحجرات الليل المعتمة، ينير الدرب وإلى حضنه الدافئ يدعونا. بلدي في قلبي، هو الزعيم، هو بطلي، هو مثلي الأعلى، ليطلب مني ما يشاء، فكل دروبي ترنو إليه وتميل. نعم، هو الأردن بطلي، أخاف عليه خوفي على أبي وأمي، خوفي على إخوتي، هو عائلتي الكبيرة إنجاز لي التعبير. نعم، هو هويتي بحلوه ومره، ولن أرضى عنه بديلا، فلا عشت إن رأيته محزونا، ولا كرامة لي إن جعلت منه حملا ثقيلا. ولذلك كثيرا ما نسمعهم يقولون أن للأردن نكهة خاصة، ويسألون أيضا لما هي متراصة، والسر فيما نقوله للعامة والخاصة فيما سنعرضه لكم من لوحة وطنية أردنية وفيها الخلاصة.